هذه المشكل اليوم مش في كندا ما فطروش البارح ابريتيهم ما ماتوش بسهل كندتنا كيما كلاوش ديجا عندهم شهر كامل طايشين لافير دومي وعادي ونهار يتعدى المشكلة انه المندوب الجهوي جاء للمعهد وقدم مجموعة من الوعود قال اخر في بعد تتحقق في اجل اقصى نهار الثلاث اللي هو امس واخذ بها وهذه اهانه مش كانت كندا بس اهانه للمعهد الكل هيك عم يحبوا الاساتذه والاداريين والعمل يتضامنوا معنا خاطر مش كان مشكله كندا يلزم التلميذ يقعد هو ديما في الواجهه ونوليو احنا نهرجوا كي نقربوا ونوليو احنا نحبوا الصباعه يمشيوا للمندوبيه تعرف عليه انت شنو نجم يسيلوا بكياس اثنين غاديك دو كيلومتر تبدا تمشيو على السقيوم ما ناخذوا حتى اجراء عفوي هكاك بغير ترتيب وما ناخذوا حتى اجراء فردي سواء نساء كامل يتحرك مع بعضه سينو مش لازم اللي يكون ناجع باش تصلح الامور يلزم الاضرابات كي صارت امس ومتاز تهريج زايد لازم تو ناخذوا موقف كامل مع بعضنا باش يكون عنده ثقل كبير وباش نوصلوا بيه لحل ناجح هيك على ماذا بينا لا تهزا يجيو يتفضلوا بحذانا باش نقراو احنا البيان بتاعنا نتاع المرة اللي فايته باش نشوفوا شنو هي النقاط اللي ديجا تحققت شنو هي المطالب اللي توما تحققت ونعملوا صياغه جديده نتاع بيان جديد الاساتذه في البيان بتاعهم باش يطالبوا بالتصعيد انه فوق المرة هذه وعودوا يخلوا بها كالعاده نفس الشيء باش يكون معنا في البيان بتاعنا وانتوا واحد الناس كل مع بعضنا نسب يا جماعة اللي عنده نقاط حب تكتب في البيان نقاط نحبوا تشاركوها بعضنا يجيبها في ورقة حلول معناتها حلول للحل المشكلة هذه الأساتذة والاتحاد عم توصل للشغل وناقشوا مختلف النقاط المطروحة في البيان هذا الأخير والمندوب الجهوي وعدنا به تفادي الشغور الحاصل في الإطار التربوي بأجل الإقصاء عن ثلاثاء 16 أكتوبر 2012 واللي مازال حقق ما نسبيا استناه في حصص دروس التدارك ابتداء من هذا الأسبوع مطلب تحقق استناه في نظام نصف الإقامة يوم 16 أكتوبر 2012 واللي ما تحقق الجملة تفادي النقص في العمل بانتداء مجموعة من الأعمال كثير مطلب لم يحقق القيام بدورات مراقبة للمبيت للمقابر والقاعات لتجهيزها وتحسينها كثير مطلب إذا ما حققش مع الناس عامل إيه بالصيانة والاتصال بالهيكل المعنية للقيام بدورات أمنية أمام المعهد في ساعات خروج التلاميذ حرصا على أمنهم هذا ما عندي حتى عن به ونظرا لما لمسناه من مساندة وتفاهم من قبل السيد المندوب الجهوي للتربية بالسفيقس نعلن تعليقنا للوقفة الاحتجاجية في انتظار تحقيق سلطة الإشراف ما وعدت به ونعبر عن استعدادنا لمتابعة تحركاتنا إذا ما طالت بتحقيق الوعود وإلى اللي سمعنا على خط اليوم ما لم تحقق الوعود سنطالب بالتصعيد وعلى ضوء البيان هذايا والمقارنة بالمطالب اللي تحققت واللي ما زالت وما تحقق خرجنا بيان آخر تحية تربوية وبعد نحن تلاميذ المعهد النموذج بتفاقس اجتمعنا يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 10 أكتوبر 2012 إثر إضراب قام به جميع التلاميذ كاحتجاج على الفوضى الكبرى التي أصبح يعيشها المعهد وقدمتم لنا مجموعة من الحلول وعدتم بتطبيقها في أجل أقصى يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2012 ولن تلتزموا بوعدكم وبقيت وضعية المعهد كما هي
تلاميذ نصف الإقامة لا تقدم لهم وجبة الفطور في المعهد، وقد مضى شهر على افتتاح السنة الدراسية، علما وأن هذه الخدمة حقهم الشرعي، فهي خالصة المعلوم سلفا، وهذا ما أثقل كاهل الولي ماديا وأضاع وقت التلميذ. عدم تدعيم عدد العملاء، وهذا ما أبقى حالة تراكم الأوساخ والفضلات بكامل فضائات المعهد، إلى جانب الحالة المفزعة للحدائق نتيجة حاجة الأشجار المتشابكة للتجديد. عدم توفر عامل صيانة لصيانة التجهيزات المعصبة من مصابيح ونوافذ ومراوح هوائية. تواصل الشعور في الأساتذة المنتدبين وما زالت الدروس معطلة حتى للسنوات الرابعة. إبقاء جداول الأوقات غير البيداغوجية كما هي. عدم تحسين الظروف التلاميذ المقيمين حتى على مستوى تنظيم الأوقات. ونظرا للأسباب الآن في ذكرها، ولأنكم أخلتم بوعدكم، ولأن التلميذ لم يعد يحتمل رداءة الوضعية، وباش نتفاهموا شنو باش يصير معناتها اليوم. يسمع شكون عنده أي إضافة ولا نقطة من اللي طرحها يحب نحكوها باش نصيغوا بياني واحد كلمتنا الكل. اللي عنده أي إضافة باش معناتها جيب لنا الأمل في أوقات خروج التلامذة، إذا معنا في بالي زاد نقطة لازم نردها في البيان. بيانا بالنسبة لي نشوف المشكل الأمن مشكل يعاني منه البلاد كاملة، وزادة مش معناتها أوكي من معقول يمكن، أما مش باش يكون على أرض الواقع أنك تقول وفر لي دورات أمنية في نص النهار وفي الساعتين وفي الستة، وحتى كان قال لك راهو باش يوفرها لك راهو باش تشوفهم من الأول النهار الثاني بعد ما عادش باش تشوفهم. دونك مشكل الأمن في بالي باهي نجموا نردوه في البيان بتاعنا، أما ما تصوروش أنه باش معناتها التجربة معاه باش يكون كبير ياسر. أبري تو شكون ترى شكون عنده حل مشكل الأمن؟ جيبونا بوليسية باش يجيبونا بوليسية كنار قدام الليسيم، ما عادش شيء في بالي مش ولا تعزيز. احنا بالحاضرين بركة يدي الحاضر يدندي بالنسبة للمشكل الأمن، شكون معاه انه نوردوه في البيانة بتاعنا؟ يرفع يده. شكون معاه انه نوردوه مشكل الأمن في البيانة بتاعنا؟ يرفع يده. شاركم اللي توا كل شيء تحل بحوله، المسؤولين جابونا ثلاثة خدامة في الكوجينة ومش نشوفوه اليوم هذا على أرض الواقع، اللي بيحاول له اليوم ثم فطور وضع التفاصيل الأخرى عن نحن مش لازم تعرفوها، أما المهم بيحاول له الشيء هذا ما يصير بعد منه لآخر السنة الدراسية جماعة الدمية كلهم مش ياخذوا حقهم فيه ابتداء من اليوم على أرض الواقع. لهذا دعوة لأبناء التلاميذ الكل العاشرة إن شاء الله نرجع نقرار، وإحنا وما يصيرش هذا راهو هو راهو صحيح، وإحنا قلنا راهو كنا معكم، أما وصلنا صوتنا تحلت المشكلة بحول الله. أسمعني ثلاثة عملاء هما راهم مش يحلون المشكلة، أما ديما راهو نعول على وعيكم أنتوما باش مش ننصفوا، راهو مش ننصفوا ما ننسخوش، حطوا هذا الشعار هذا ما ننظفش، خاطر التلميذ راهو مش جاي لنا باش ينظف، أما ما يمسخش على الأقل واضحة. يعطيكم الصحة، نشكركم برشا على وعيكم وعلى احتجاجكم النموذجي، بما أنكم تلامذة نموذجي في كل شيء، وهذه ما هيش شهادة مني أنا، شهادة جميع الأطراف، وإن شاء الله سنة دراسية موفقة ابتداء في اليوم، خاصة لي تلامذة البكالوريا اللي ضيعوا برشا سوايع خاصة ماذا وفيزيك وشيء، ماذا بينا للدارك والإصرار كل، وأي حاجة أي حاجة من هنا ظرفية اسمعني ياك يا عزيز، اي حاجه ظرفيه تعرض او مشكله تلامذه بنوتنا محلوله، واحنا راه هنا لخدمه التلميذ، راه هو التلميذ هو راس المؤسسه، فماشي نجموش نخدموا احنا من غير تلامذه، انتم راس المال معناتها رانا كلنا لهنا لخدمتكم، واضحه؟ ربي معكم الكل وان شاء الله ما ثم خير من المصايد. بين تكتب ولا زيد؟ زيد في بالي. ويعطيكم الصحة الناس الكل ونشكركم على وعيكم جماعة سيرتو جماعة اللي قعدوا معنا للآخر
زيد نعود ندعم الشعار اللي قالوا لكم سيسيني اوكي ما تجيش تنظف مش مسؤوليتك اما عموة بربي ما نمسخوش ما نكسروش ما نفزوش الطويل ما نفزوش التجهيزات بتاع المعهد بتاعنا ونحاول نكونوا تلامذة نموذجيين كما كنا قبل وكما باش يكونوا اللي بعدنا ان شاء الله.